طبعا دوم تسألوني مزنة من وين تاخذين نظاراتك؟ من وين؟ بحط اسم التطبيق هني من أيوة طبعا دوم أحب أطلب من عندهم لأن جد ينزلون أشياء جديدة وحلوة وأسعارهم صدق معقولة، وفوق هذا كله تقدرون تاخذون كود الخصم اللي هو خصمي أنا إن شاء الله باكر بشرح لكم أكثر. النظارة هذه اللي حطيتها في السناب اللي قبل وايد حلوة وايد حبيتها، غير كذي تحمي عيوني من من الكمبيوتر من التلفزيون من التلفون، وايد أحب نظارات. المهم باكر بتكلم أكثر عن التطبيق وكيف تقدرون تتشرون الأشياء الحلوة عندهم، وفوق هذا كله يبتلكم كود خصم تريولين باكر. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.